دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ كلشي بخير؟ كلشي هو هذاك. جيتكم اليوم فيديو مختلفة شوية على الفيديوهات اللي درت شحال هادي. غتكونوا عرفتوها باللو تيتر، فيديو على الناس اللي كنتبع سور انستغرام، كاع لي كاتيجوري اللي كنتبعت سور انستغرام، الناس اللي كنتفرج فيهم بزاف ولا اللي كيعجبوني بزاف ولا شحال هادي وانا ابوني عندهم. فوالا، مهم ما تنساوش ديروا سبسكرايب، ما تنساوش ديروا جيم، ما تنساوش تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس. وشكرا بزاف، شكرا شكرا. انا اي فيديو كنشكر فيه ما عرفتش علاش. المهم نبداو هاد لا فيديو. اول كاتيجوري كنتفرج فيها ولا كنتبعها بزاف باش نفوج على راسي هي الضحك. عندي دي بروفيل كنتبعهم في الضحك. كاين اول واحد اللي معروف واللي غني على التعريف اللي هو سيمو صدراتي. صراحه سيمو صدراتي كنتبعه من شحال هادي ملي كان كندير دي فيديو سور يوتيوب، كنت كنتبعو، كان كيعجبني بزاف داك السيد كيفاش كيهضر. غير الكريماس ديالو كيضحكوني، ما يحتاجش يقول شي حاجه كتضحك، يهضر بالمعقول كيضحكني، ما عرفتش علاش. ودابا تبارك الله عليه غادي مزيان، غادي مزيان مزيان مزيان، كيدير دي فيديو زوينين ودار واحد الكارير اللي هي زوينه. وكاين ثاني واحد اللي يلاه بان اللي سميتو نصير. نصير كنتفكرو فريمون كنضحك داك السيد، كيدير دي بيرسوناليتي فيتر دي سناب شات كيضحكوا وكيطيحوا عليه شي قصص. ما عرفتش انا بدا هاد المنبر كنسولو كنقول ليه ملي كيطيحوا عليك هذوك القصص كيقلب الضحك. واخا ديرنييرمون ولا صراحه عطاها لي كولابوراسيون بزاف، مي ملي كيرجع كيرجع بدي فيديو كيضحكوا. اخيرا اخيرا ولا مؤخرا دار واحد فيديو كتقتل بالضحك، حتى هو تبعوه. كاين سليم حمومي. سليم حمومي صراحه في الاول ما كانش عندي معاه بزاف، كنقول ماشي جوغ ديال الناس اللي كيضحكني، مي ابري مع القيس كنشوف لي ستوري ديالو اليوم غدا اليوم غدا ولا اسم لي فان ديالو ولا حتى هو تيعجبني كنتفرج فيه. وكاين واحد من هاد المنبر كنقول ليه شتي الا ما كانش معاك باباك في الفيديو راه ما كنتفرجش فيك. وكنوجه تحية من هاد المنبر لبابا، زعما تبارك الله عليك. كنوجه ليه واحد التحية كقتلني بالضحك، سميتو خالد الدري، سميتو خالد بابا، ما عرفتش مي بابا اللي كيقتلني بالضحك. انا كنتفرج في الفيديو اللي كانت فيها بابا، صراحة تبارك الله عليه. ناس بساط خالقين سعادة من والو، هما ناس بساط والبساطة عندهم ديك البساطة خالقين منها واحد الحوايج اللي تضحكو. تبارك الله عليهم، الله يسهل عليه ويعوض الوالد ديالو ويعوض الوالد ديالو في داك الشيء كامل 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 اللي دار ليه. فوالا كاين جوج بنات اللي كنتبع في الضحك. كاين الاولى اللي هي كشخص قريبه للقلب، هي كشخص قريبه للقلب بزاف، لبنى اللي كدير دي بيرسوناليتي من الواقع. اي بنت تفرجت في الفيديو ديالها ولا اي واحد تفرج في الفيديو ديالها غيلقى راسو في هذوك لي بيرسوناليتي. كدير دي بيرسوناليتي زوينين بديك الهضره بكلشي، زعما داكشي حقيقي كتحسي ما كتحسيش بها كتمثل، كتحسي بها ديك لا بيرسون المام كتعاود شنو وقع ليها حتى هي تبارك الله عليها. وكاينه اللي كنقول عليها حنان الفاضلي جوج اللي هي اسماء دتبرغيك، هذيك السيده كدير بزاف لي بيرسوناليتي بلي بيروك بلي كولور اي تو، دي بيرسوناليتي زعما مختلفين بزاف حتى هي تبارك الله عليها. فوالا هادشي اللي كاين جوبونس في الفئه ديال الضحك. كاينه الفئه ديال البوتي. بوتي كنعني بها ميك اب، كنعني بها مهم اون جينيرال. كاينه دي موروكان سوريا اللي هي واحد البنت بسيطه بزاف زوينه بزاف، كتسكن في لاميريك جوبونس، اللي كدير دي ميك اب، كدير لبس، كدير الشعر، هي ما دايرش الزيف، كدير كلشي عندها سامبل، كلشي عندها زوين. واللي باغي تبع هالشي الماكله هالشي وصحيه، واللي باغي تبع سبور وداكشي ديال الموتيفاسيون، داكشي ديال لي بروغرام يتبعها هي تبارك الله عليها. كاينه ربعه بيوتي اللي هي غنيه 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 على التعريف، ما تحتاجنيش انا نعرف بها. كاينه صفاء شانل طنجاويه، وكاينه واحده اخرى دور بيوتي. دور بيوتي الجيريان ساكنه هنا في فرنسا، دري باقي صغيره عندها 13 عام، تبارك الله عليها، غادي بواحد لا كارير اللي هي زوينه كتعجبني حتى هي. فوالا في البوطي هادو اللي عقلت عليهم. كاين شنو اخر؟ كاين فاشن. فاشن شنو كنعني بيه؟ كنعني انسبيراسيون ديال الحجاب، انسبيراسيون ديال الزيف. بالنسبه للزيف البنات انا عارفه اليوم انا ما دايرهاش تيوربان، دايره الزيف غير هكا. عارفه بزاف البنات طلبوني صراحه بزاف 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 على قبل ما ندير يوتيوب على الشده ديال الزيف، وكنوعدكم ان شاء الله غنديرها لكم في القريب قريب قريب ان شاء الله. البنت الاولى اللي كنت كنتبع وكنتبعها من شحال هذه هي انس. كنت انسبيرا منها بزاف هذيك السيده انس، واحد البنت تونسيه اللي كدير فاشن. بغيتو اي سي سبور حجاب، سبور حجاب ولا كلاس حجاب ولا سبور كلاس حجاب، غتلقى عندك السيده الميلونج ديال لي كولور اي تو تبارك الله عليها.
شكون كاين اخر؟ كاينه نبيله بي وكاينه شمشومه، هادو معروفين كلشي كيعرفهم. وكاينه صاحبتي اميمه الغاشي اللي كنسلم عليها من هنا، حتى هي تبارك الله عليها كدير ديال الكبوك، حتى هي تبارك الله بنت صغيره بدات من كلشي وغاده مزيان، وكنقول لها بون كوراج من هنايا. كاينه حجاب از ماي واي، حتى هي صاحبتها كدير حتى هي ديال الكبوك زوينه، هي اصلا موديل كدير ديال الكبوك فنين زوينين، والدريه باينه بسيطه، باينه بسيطه، باينه قريبه على القلب. جو بونس تلاقيتها مره واحده فواحد ليفينمون صافي، من تما ما تلاقيتهاش، دريه ظريفه حتى هي. كاينه نج اونيفيرس نجلاء اللي هي صاحبتي بنت اكادير، حتى هي تبارك الله عليها كدير الكبوك زوينين. فوالا جو بونس الفاشن هادشي اللي كاين. كاينه واحد كاتيجوري اخرى اللي ما عرفتش شنو نسميها الصراحه، سميتها ميكس لي فيها بزاف د الحوايج. كاينه لا بغيتو بغيتو الكتب، بغيتو تقرا، بغيتو تقفو، بغيتو شحال من حاجه. كاينه واحد البنت اللي سميتها ان لاين ويت تيما، تبارك الله عليها، واحد الدريه صابر، واحد الدريه كان كلشي عندها زوين، كلشي عندها مرتب، كلشي عندها واداك زعما بيل بوال فن. هذيك السيده تبعوها وما غتندموش، ما غتندموش. كاينه ود نوال، واحد البنت هي سور انستغرام، خالقه الكوميونيتي ديالها سور انستغرام، فنه حتى هي، قريبه للقلب حتى هي، ما معروفاش جو بونس بزاف، مي بنات سور انستغرام في النواحي جو بونس ديالها غيكونوا كيعرفوها. كاينه اكرام بيلا نوفا، غنيه غنيه عن التعريف، اللي بالبساطه ديالها خالقه واحد واحد الفئه ولا واحد الكوميونيتي ديالها اللي كبيره كبيره بزاف. كاينه اشراق بيوتي، وكاينه اسما بيوتي. اسما بيوتي نفس القضيه ديال سليم حمومي، في الاول ما كانش عندي معاه، مي ابري افيك لو طون ولا حتى هي كتعجبني، وليت كنتفرج فيها حتى هي كتعجبني. صافي هادشي اللي كاين. كاين واحد في اخرى اللي بغي الله وليت كنتبعها مؤخرا، وبدرت بزاف ابوني بزاف الناس في الفئه اللي هي الفئه ديال الاكل والاطباق والشيبوت وداكشي. كاينه صاحبتي اللي سميتها فاطمه الزهراء، ماشي فاتي الجازولي، لا فاطمه الزهراء الجازولي، اللي كنسلم عليها من هنا، اللي تبارك الله عليها حادقه، كلشي عندها متول، كلشي عندها وادك، كلشي عندها بنين بالمقادير بكلشي، تبعوها حتى هي وما تندموش. وكاينه زكيه وورد، زكيه وورد حتى هي تبارك الله عليها حادقه، جو بونس بجوج بهم مغربيات وحادقات ما ديما نقول. فوالا هادشي اللي كاين جو بونس. المهم من كل فنان تعرف، ونتمنى نكون فدتكم هكا بدي بروفيل اللي كنتم انتريستي. و جو بونس يقدر يكون هذا الجزء الاول، يقدر يكون الجزء الثاني، ويقدر يكون في يوتيوب شكون كنتبع. الا كنتو انتريستي بحال هاد لا تيب ديال لي فيديو، ديروا لي دي كومونتير وشنو بغيتو، وقولوا لي حتى شنو بغيتو يكونوا في لي فيديو الجايين. جو سي بيان كو باغين الشدات ديال الزيف، وعدتكم غنديروهم، وقولوا لي دي شي افكار وحدين اخرين. فوالا، وتنساوش على تاني ديرو سبسكرايب، وتنساوش ديرو جيم، وتنساوش تشتركو بالقناة، وسيغتو متنساوش تفعلو الجرس، ونتلاقاو فيديو جاي ان شاء الله. باي باي.